السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلاود دي من الذكاء الاصطناعي القوي جدا. خلينا مثلا نقول له انشئ لي بيانات لموظفين وضع أرقام مبيعات وأرباح لكل موظف، هنشوف هيقدر يعمل لنا قاعدة بيانات ولا لأ. تمام، هعملها لي في البايثون وتقدر تكتب انت الكود دوت. تمام، افترض ان اسمه احمد ومحمد وعلي وعمر وخالد والحاجات دي كلها. تمام، وعمل لي الكود اهوت، اسامي عربية، المبيعات، تحليل البيانات، الحاجات دي كلها. يريدك تنشئ لي جدول فيه هذه البيانات. فمفروض ان الكود دوت لما تشغله يبدأ يديك الشكل كله. تمام، طيب بريفيو هيبدأ يوريني الحاجات اللي موجودة، وهنا لو انت عايز تشوف الكود. بيحاول يحسن الكود. تمام، بيقول لي كده الكود بيشتغل بدون اي اخطاء، فبقول له حاول تحسنه برضو. او ده مثلا الاولاني اسمه كذا والتاني اسمه كذا، وكل واحد فيهم السيلز بتاعته قد ايه والبروفيت والنان بروفيت وكل الحاجات ديت. عمل لي الجدول بالشكل دوت اهو. اريد تحليل بياني للجدول اللي هو احمد وساره وعمر ونوره وخالد، دول عايزين نعرف تحليل بياني. فهيقول لي بقى انت عايز تعمله بأني طريقة اهوت. هو بيديك كود ويديك برضه بريفيو للحاجة اللي هو عملها. عايز لو انت عايز تعمل ران، لو انت مبرمج تقدر تستفاد من الكود دوت. فاعملها لي بالشكل دوت. نسبة المبيعات، متوسط المبيعات، إجمالي الأرباح، إجمالي العمولات، كل الحاجات ديت. وبيقول لك هو يشرح لك بقى هو عمل إيه، رسم بياني وبات شارت وملخص إحصائي ومميزات التحليل هيت. فكده يعني الذكاء الصناعي تفوق على نفسه، دي تحديث جديد هم لسه عاملينه.